إلى روما هذه المرة، العاصمة الإيطالية روما. هذه العاصمة شهدت إعادة افتتاح مخبأ الزعيم الإيطالي الراحل موسوليني الذي كان يحتمي بداخله من الغارات الجوية أثناء الحرب العالمية الثانية. تم افتتاح المخبأ للمرة الأولى أمام الجمهور في عام 2006، لكن أعيد إغلاقه بعد عامين فقط، طبعا قبل أن يعاد افتتاحه بشكل مؤقت خلال السنوات التالية. لكن هناك قصة خلف هذا المخبأ يا حنين، ما القصة خلف هذا المخبأ؟ بالفعل أسامة، هي قصة كبيرة. وسط مشاركة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، قرر موسوليني بناء ملاجئ لحماية نفسه وعائلته من الغارات الجوية في تورلونيا الذي كان مقر إقامته الكبير في روما، ليبني مخبأ ويأمر ببناء اثنين آخرين، لكن الوقت لم يسعفه لإكمال بنائهما حيث تم إلقاء القبض عليه في 1943. صحيح يا حنين، هذا المخبأ يبلغ طوله 180 قدم، كما يتكون من 9 غرف بها هواتف وأبواب مضادة للصدمات، وكذلك أيضا نظام للتهوية. الغرف كذلك مغطاة بالخرسانة المسلحة ولها أبواب مضادة للغاز، وأما الهيكل المدرع للمخبأ محمي بجدار خرساني مسلح بسماكة 4 أمتار.